1% فقط هي نسبة تواجد النساء في رئاسة مجالس البلديات المحلية. لا تتوقف عملية تعزيز النساء في مراكز صنع القرار على ضمان وصولهن لعضويات مجالس الهيئات المحلية فحسب، فبعد أن شكلت النساء نسبة 21% من الفائزات في الانتخابات المحلية لعام 2021-2022 لا تزال أدوار النساء محصورة ومقيدة. أعدت مفتاح دراسة بحثية شاركت فيها أكثر من 150 عضوة، تظهر البيانات الصعوبات والتحديات التي تواجهها النساء خلال عملهن داخل المجالس البلدية، حيث أظهرت النتائج أن 16% من العضوات لم يشاركن في اجتماع عملية الاستلام من المجلس السابق، وأن 37% لا يترأسن أي لجنة، و42% لا يقمن بتمثيل المجلس في اللقاءات الإعلامية لتسليط الضوء على دورهن كعضوات. كما أشارت البيانات إلى أنواع الشكاوي التي تقدمت بها العضوات ونسبة كل منها كالتالي: 19% من الشكاوي حول منع أو تقييد المشاركة بالفعاليات، 13% من الشكاوي تتعلق بالإقصاء، 12% تعرضن للتهديد لمنعهن من التقدم بالشكوى، 11% من الشكاوي حول فساد مالي، و9% سبق أن تقدمن بشكوى وتم سحبها من قبلهن.